أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاية الخطابات المكتوبة؟ قال: بدلا من قوله ولكم تحياتي. لكم تحياتي لا، ما هو بسلام هذا، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا رد عليه يرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كتابة. إذا جاءه السلام كتابة فيرد كتابة. نعم.